إذا كان لي أقرباء لا يصلون ويفعلون في بيوتهم المنكرات من اختلاط وغيره ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخوانك يفعلون منكرات، أقارب يفعلون منكرات، فإما أن تصلهم لأجل الإنكار عليهم ونصيحتهم هذا طيب، تزورهم للإنكار والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله، ويستمروا على باطلهم تهجرهم ولا تزورهم لأنهم لا يستحقون الزيارة ما دام على منكرات الظاهرة من شرب الخمور أو ترك الصلوات أو ما أشبه من المعاصي الظاهرة، وترك الصلاة كفر أعظم من الكبائر. فالذي على هذه الحالة يعني يفعل هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي المسكرات هذا لا يزار إلا النصيحة، إذا كان ينفع فيه النصيحة يزار وينصح ويوجه إلى الخير، فإن أجاب الحمد لله وإن لم يجب يترك ولا يزار بعد ذلك ويهجر حتى يهديه الله بعد ذلك.